فمي أبينا المكرم البار المثلث الطوبى أبينا المكرم الأسقف الأنباء بيمس حياة العائلة المسيحية ويجمع الأهل والأقارب والأحباء والأصدقاء مع بعض ويعمق الرابطة اللي بتربط الناس ببعضها. امبارح في القداس الإلهي احتفلنا بالقداس عيد الميلاد واتكلمنا عن اسم من أسماء السيد المسيح في ميلاده وهو عمانوئيل بمعنى أن الله معنا، وكان محور الكلام عن إن إذا كان الله معنا فكيف نكون نحن أيضا مع الله بصفة دائمة ونشعر بوجوده وعمله في حياتنا. والنهاردة في هذا الاحتفال الجميل اللي أقامته الكنيسة بهجة بالعيد كان في برامج للأطفال لوحدهم وكان في برامج للشباب، وده الاحتفال بتاع العائلات القبطية. تناولنا وجبة الأغابي مع بعضينا وكان في تجمع مليان بالدفء ومليان بالمحبة، وعام سعيد وأيام مباركة، وربنا يعيد الأعياد دي علينا بالخير وبالسلام وبالفرح، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا خالص. أولا حابب أقول إن أنا أتواجد اليوم بتكليف من السيد رئيس الجمهورية لأنقل رسالة تهنئة من سادة الرئيس إلى أبناء الجالية القبطية المصرية في هولندا للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وللتمني لأبناء الجالية بمزيد من الإزدهار ومزيد من الترقي. وأيضا أتينا لمشاركة أبناء الجالية هذا الاحتفال الجميل، ويسعدني أن أتواجد مع كافة أبناء الجالية من كافة الأعمار في هذه المناسبة، وبدعوة كريمة من الأنبا أرساني رئيس الكنيسة المصرية، هذه الكنيسة التي نعتز بها ونعتز بدورها الوطني الرائد في هولندا، وتمثل جسرا للتواصل بين أقباط مصر في الخارج وفي الداخل، وليس فقط للأقباط مصر إنما أيضا تلعب دورا هاما مثلما شاهدت في داخل أوساط الجالية المصرية هولندا.
وتعطي نموذجا مشرفا لدى الحكومة الهولندية ولدى الشعب الهولندي عن أبناء الوطن. وفي نفس الوقت ورغم الغربة أجد في الكنيسة المصرية تلعب في هولندا تلعب دورا هاما في ربط أبناء هذا الجالية من الجيل الثالث والجيل الرابع بالوطن. ونتعاون مع وزارة الهجرة في مصر ونتعاون مع المؤسسات المصرية في تعريف هذا الشباب. ووجدت بالفعل المدرسة المصرية هنا وجدت التعريب ووجدت كل يعني أنشطة كثيرة جدا. يسعدني دائما أن أتواجد في هذه المناسبة. ومرة أخرى بعبر عن اعتزازي شخصيا كسفيرا لمصر وباعتزاز السيد الرئيس وبالحكومة المصرية بكم. وكل عام وأنتم بخير.